السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب المؤشرين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، طعم متعودين كل يوم وان شاء الله بأمر الله وصفة جديدة. ان شاء الله النهارده هعمل لكم ان شاء الله حواوشي مختلف، يعني عايزين ايه، مش هنعمل تقليدي يعني، بس برضه العيش البلدي، بس ايه نضيف بس حاجة كده ايه ان شاء الله تفرح اولادك بيها، يعني هتعجبكم ان شاء الله الوصفة. معايا بسم الله الرحمن الرحيم، معايا ايه؟ اول حاجة طبعا يا جماعة ده نص كيلو من اللحمة، عشان الحواوشي بتاعك ينجح لازم يكون فيه نسبة دهون، تمام؟ بص معايا المقادير ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصلايه مقطعه كده صغير، اذا كنا يا جماعه ايه تقطيع صغير وكده، وده فص ثوم، وده حبه فلفل يعني حامي ده اختياري يا جماعه، وده فلفل رومي، وده حبه هنا بقى يا جماعه التريك ايه، حبه جبنه موزاريلا بقى ايه، حوش مش تقليدي يعني، وهنا طماطم اتنين طماطم يعني، والعيش البلدي. التوابل بقى يا جماعه ايه، مش عايزين نقطع التوابل عشان ما تغطيش على الوصفه. دي بهارات لحمه وفلفل اسمر وملح بس. بص يا حبايبي الالوان الجميله المبهجه، بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت باللحمه، بسم الله ما شاء الله، اهو انزل بقى ايه بالفص التوم بتاعي والبصل، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله قوة الا بالله. الفلفل اللي هو الرومي اللي هو الحامي، الشكل الجميل ده كله يا جماعه اهو هخلطه مع بعض، وانزل بقى بالتوابل الجميله، بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي بقى، همزج بقى الحاجات دي الشكل الجميل ده كله مع بعض، الحاجات الحلوه دي كلها مع بعضها، وانا شويه نعمل ايه. بصوا يا حبايبي ما شاء الله قوه الا بالله، عملته كور كده اهو، جبت عيش بلدي وفتحته اهو يا جماعه بالمقص فتحه صغيره، تمام؟ وعبي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، املي كده الرغيف عشان عيالك يفرحوا منك كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هدخل بقى يا جماعه كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، واضغط كده يا جماعه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ايه الرغيف ما تفتحش معايا. لو اول مره بشوف قناتي ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناه، وبحبكم في الله يا جماعه، وان شاء الله هكبر بيكم باذن الله وتشجيعكم ليا. هفرد بقى اللحمه كده يا جماعه اهو، موزاريلا اهو يا جماعه، وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي احط جبنه موزاريلا اهو يا جماعه، حط كده بالراحه كده عليه كده اهو، هعمل بقى رغيف تاني نفس الطريقه ونرجع نشوف هنعمل ايه. قلبي جبت جريلا كده اهو على النار، تمام؟ عليت النار عليها شويه كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حطي بقى المتاح لحضراتكم، انا حطيت معلقه زبده، عايز احط زيت براحتك برضه، تمام؟ الكلام الجميل ده كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، اهو بسم الله الرحمن الرحيم، على كده على الظهر الاول كده اهو. هتابعوا بقى يا جماعه، شويه على الوش ده شويه على الوش التاني، شويه هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي على النار هاديه، عشان الحاجات المكونات اللي جوه اللحمه والحاجات الخضار تستوي على نار هاديه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، اقلبوا على الجنب التاني، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك اهو، ونشوف برضه ايه هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، طلعوا رمادين وراقية، بصوا الجمال يا جماعه، الجريلا مطلعه ازاي وجميله ازاي. بعد ما حمرت اهو على البوتاجاز اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، هقطعه يا جماعه ونشوف هنقدمه مع بعض. صاحب قلبي ما شاء الله قوة الا بالله. بصوا يا جماعه ده يا جماعه حواوشي مش تقليدي يا جماعه، متميز بجبنه موزاريلا، فرحي بيه عيالك. طبعا حواوشي يعني يا جماعه لازم يكون ايه ريحه مخلي كده تفتحوا نفس اولادك. ده طبعا عاملاه بالزيتون قبل رمضان، الزيتون عاملاه في القناه، والجزر وورق اللورة والكرفس. بصوا يا قلبي، بصوا يا جماعه جبنه جميله وجمالها ازاي، بصوا جوسي ازاي وجميله، المنظر الجميل ده عجبك؟ والحوش الحلو اللي مش تقليدي عجبك؟ شوف لك شوف شكل القناه، وكل سنه وانتم طيبين، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.